أيها الأحبة أينما كنتم، أرحب بكم مجددا عبر هذه النافذة التي نطل بها على العالم، منصة الحوار التي أطلقناها عبر المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، لنجتمع حولها في أي مكان ومن أي مكان تتواجدون فيه. أيها الأحبة، موعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وعنوانها اتفاقية أوسلو بين السلام الموعود والسلام المفقود. وضيفنا فيها هو الصديق الدكتور محمد العجلاني الذي ينضم إلينا من باريس. أيها الأحبة، المذبحة الصهيونية بحق الغزاويين الأبرياء تكاد تدخل شهرها الثامن، ولا تزال حرب الإبادة تتواصل، ولا يزال الصمت العربي فاضحا ومدويا، وفيما تتواصل التحركات الطلابية في جامعات العالم مطالبة بوقف حرب الإبادة، يتواصل تآمر زعماء العالم الحر على القيم والأعراف والحقوق والمبادئ، ويرتفع علانية وبلا خجل، ولا تزال الكذبة الوقحة مقولة العداء للسامية يتضخم منسوبها الوسخ ليصل إلى أرفع المستويات في أروقة الحكام، حتى أنهم يريدون أن يجعلوا من العداء لإسرائيل أو العداء للصهيونية مرادفاً العداء للسامية، بل إن من يرفض حرب الإبادة ضد الفلسطينيين هو في المحصلة بنظرهم معادل للسامية، واللائحة تطول وتطول. أيها الأحبة، بالعودة إلى موضوع حلقتنا اليوم، يذكر التاريخ أنه قبل ما يقرب من 31 سنة، وبالتحديد في 13 من شهر أيلول سبتمبر 1993، وقع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض في واشنطن اتفاقية تشكيل سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي، عرفت باتفاقية أوسلو. وقد سبق توقيع الاتفاقية مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991، وأعقبه محادثات سرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العاصمة النرويجية أوسلو، والتي حملت الاتفاقية اسمها. ترى ما الذي استجد من أوضاع دفع منظمة التحرير الفلسطينية إلى تغيير نهجها المقاوم والقبول بالذهاب إلى مسار التسوية وصولاً إلى اتفاقية أوسلو؟ يمكن أيها الأحبة إدراج ما يلي: تكون وضع دولي جديد عقب سقوط الاتحاد السوفيتي، حدوث انقسام في الموقف العربي بعد احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية للموقف العراقي، مما نتج عنه فرض حصار مالي وسياسي على المنظمة التي فقدت كثيرا من التضامن العربي، وقد انعكس ذلك كله على القضية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير، مما جعلها تسير في ركب التسوية. أيها الأحبة، صحيح أن الاتفاقية مهدت لمرحلة جديدة من تاريخ القضية الفلسطينية، إذ نصت على مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي بالاتفاق على قضايا الحل النهائي، وهي القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه، لكن المرحلة الانتقالية طالت 31 عاما وليس 5 سنوات، ولا يلوح في الأفق أي مؤشر بأن المفاوضات السياسية بين الطرفين قد تعود في المستقبل المنظور. فاليمين الإسرائيلي يرى أن اتفاقية أوسلو قد فشلت، لكن الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي على حد سواء
يرون أن اليمين الإسرائيلي هو من أفشل الاتفاقية. أما الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية فتعتبر اتفاقية أوسلو بمثابة كارثة دون أن تقدم على إجرائها حتى الآن على الأقل. بعد 31 عاما على توقيع اتفاقية أوسلو لا يزال الفلسطينيون ينوؤون بعبء ما نتج عنها. فالمشهد السياسي الفلسطيني منقسم ومتشرذم، والكوارث التي حلت بالفلسطينيين من جراء اتفاقية أوسلو كثيرة للغاية، يعددها المؤرخ الفلسطيني غسان وشاح، ومن أبرزها اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود على 78% من أراضي فلسطين، نبذ المنظمة للمقاومة المسلحة وتجريم الاتفاقية لمبدأ المقاومة إذا اعتبرته إرهابا مع أنه حق شرعي بموجب مبادئ الأمم المتحدة. ويبدو أن هذا هو ما دفع المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد إلى أن يقول إن الذين وقعوا اتفاقية أوسلو يستحقون المحاكمة من قبل الشعب الفلسطيني.